السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي حبايبي الكرام، بجد لقائنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، هنتكلم فيها عن الفرق بين الأرنب السلالة والأرنب البلدي، وهل يجوز ان احنا نجوز الارنب البلدي للارنب السلالي ولا العكس. فمن فضلك ما تستعجلش، كمل الفيديو معانا للاخر عشان تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي، عشان لما تشتغل مشروع الارنب تكون شغال صح، تبقى عارف انت ماشي الدنيا ازاي، وهل الموضوع ده ينفع اهجن البلدي مع السلاله او ما ينفعش، والفرق ما بين الارنب البلدي والارنب السلالي. فمن فضلك ما تستعجلش وكمل الفيديو معانا للنهايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اخواتي وحبايبي وكل متابعين. انت اول مره تشوف قناتنا، ما تنساش بقى انزل تحت اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وادعم الفيديو بلايك والكومنت بتاعك جميل عشان خاطر تشجعنا كده على الاستمرار في تنزيل الفيديوهات. هنتكلم النهارده يا جماعه بدايه عن الفرق بين الارنب البلدي والارنب السلاله، وايهما افضل من ناحيه الانتاج ومن ناحيه الرعاية ومن ناحية الطعم والأكل. مبدئيا كده يا شباب هنتكلم على أرنب السلالة اللي احنا شغالين عليه، ومعظم مزارع أو كل مزارع العالم شغالة على الأرنب السلالة. يعني بمعنى أصح كمشروع تزود به دخل، أو مشروع يفتح لك بيت، أو مشروع استثماري، يبقى تشتغل بالارنب السلاله، ما ينفعش تشتغل بالارنب البلدي. ليه يا ابو نرمين؟ هقول لك ليه. الارنب السلاله من حيث التحويل اللحم والانتاج افضل مليون مره من الارنب البلدي. من ناحيه الاعداد، الارنب السلاله بيبدا من 6 و7 و8 لحد 10 و12 و15. الارنب البلدي يا جماعه النهارده معدل الانتاج بتاعه 3 و4 و5 بالكتير قوي يا شباب. معدل انتاجه 3 و4 ارانب و5 ارانب بالكتير قوي يا جدعان. ماشي؟ فانا بنصح كل مربي ارانب ان انت ما تربيش ارانب بلدي كمشروع. لو انت هتربي كمشروع يبقى تنتقي الارنب السلاله الحجم الكويس والصحه الكويسه، الارنب اللي يديلك انتاجيه اعداد ووزن بسرعه في اسرع وقت واحجام بالنسبه للخلفات. تمام يا شباب، ده بالنسبه للارنب ايه السلاله. كمان الارنب السلاله بيديك معدل تحويل خلال 60 70 يوم، بيديلك وزن 2 كيلو. بيديلك وزن 2 كيلو بعكس الارنب البلدي، بتلاقي وزن الام اساسا الشغاله اللي منتجه او الذكر الشغال المنتج كيلو 600 وكيلو 700 وكيلو 800 بكتير قوي. يبقى هناك فرق في السرعات سيد الرئيس، هناك فرق في الاوزان سيد الرئيس. الفرق فرق يا ابو نرمين، الفرق ان الام الشغاله اساسا اللي عمرها خمس ست شهور وسبع شهور وسنه وزنها 2 الا ربع، مش ما بتكملش 2 كيلو. ده بالنسبه للارنب البلدي. الارنب السلالة، ارنب عمر 60 يوم 70 يوم بيكون معاك من 2 الا ربع ل 2 كيلو، يعني لسه عيل. يبقى انت كده تربي ان هو تربي الارنب السلاله عشان هيديك انتاجيه، هيديك تحويل في اللحم، هيديك اعداد، هيديك احجام. متوسط خلفات الام السلاله 7 و8، متوسط خلفات الام البلدي 3 و4، ما بتكملوش كمان. ده بالنسبه للارنب السلاله. تحويل، انتاجيه في اللحم، اعداد، اختصار في الوقت. تكلفه الارنب السلاله بالنسبه للحم نفس سعر الارنب البلدي بالنسبه للحم. يعني ايه يا ابو نرمين؟ يعني لو التاجر جه يشتري مني ارنب بلدي وزنه 2 كيلو الا ربع ولا 2 كيلو،
هياخده بنفس وزن الارنب، نفس سعر الارنب السلال. بس ده السلال قعد عند 60 يوم، التاني قعد عند 7-8 شهور. اما جاب ال 2 كيلو 2 كيلو الا ربع. هنا الفرق. هنتكلم بقى على هل ينفع اجوز الارنب السلاله للارنب البلدي؟ ايوه ينفع، بس انا مش بنصح بها. انا مش برجعها او مش بنصح بها. واحد يقول لي ليه يا ابو نرمين؟ انا هقول لك عده عوامل او حاجات اسباب انا مش بنصح بها للاسباب دي. النقطة الأولى أو السبب الأول، الأرنب اللي وزنه نداه وزنها 2 كيلو إلا ربع، لما حطها البكر سلالة وزنه 3 كيلو ونص ولا 3 كيلو وربع ولا 4 كيلو هيتم التلقيح. زي ما أنتم عارفين يا جماعة في الأرانب أو في العوامل الوراثية بتاعت الأرانب ان الاحجام بتاعه الخلفات بتطلع لحجم الذكر، الحجم بيطلع للاب للذكر. كل ما كان الذكر حجمه كويس كانت الخلفات في الاجنه في الرحم بتاع الام حجمها كويس، يبقى اصبح ان الخلفه هتطلع حجمها كبير ممكن تعمل اعاقه للام في الرحم وقت الولاده. ازاي يا ابو نرمين؟ ايوه ممكن اصلا ما تولدش، يحصل لها تعثر في الاجنه وتحجر وما تولدش. يبقى حضرتك خسرت الام بتاعتك بسبب ان انت لقحتها من ذكر سلال. دي النقطه. النقطه الثانيه اساسا واللي اكبر من كده، ان معدل انتاجيه الخلفات البلدي الايام ديت بقت قليله 3 و4 بكتيرها قوي. فلما يلقحها ذكر سلاله حجم الثلاثة والاربع اجنه هيكونوا كبار زياده عن اللزوم، مش هتولد نهائي. دي نقطه. واحد يقول لي طب انا ممكن اعكسها يا ابو نرمين، ما هي الفقاقه ماسكاه. طب انا ممكن اعكسها يا ابو نرمين، تعكسها ازاي؟ هقول لك طب ما انا لقح ذكر بلدي، اجيب ذكر بلدي لقح نتايه سلاله. هقول لك ناصح واسقف لك، مبروك عليك جالك ارنب، جالك ولد بمعنى اصح يا حبيبي. طب ما برضو الحجم بتاع الذكر قليل، الاجنه اللي هتيجي في الرحم بتاع الام السلاله هتكون رفيعه مش هتحول معاك، يبقى انت كده بتضيع وقتك في الفاضي، بتضيع وقتك في الفاضي. انا مش عايزك تضيع وقتك في الفاضي يا باشا، انا عايزك تشتغل وربنا يكرمك وما تضيعش وقتك على الفاضي. انا كل هدفي من القناه ان احنا يا جماعه كلنا نكسب وربنا يرضينا، كلنا نكسب وربنا يرضينا، ويبقى عندك انتاجيه وعندك ارانب ويبقى عندك شغل. تمام؟ عشان ما تضيعش وقتك على الفاضي ومن غير ما تطلع انتاج وتطلع لحم، بس بمعنى اصح تاكل علف. هنتكلم بقى على بند مهم جدا. الناس تقول لك يا ابو نرمين لحم الارنب البلدي انضف من لحم الارنب السلاله. انا معاك في النقطه دي، انا معاك في النقطه دي، لحم الارنب البلدي أنضف من لحم الأرنب السلالة. أنضف من ناحية إيه يا جدعان؟ من ناحية إن الأرنب البلدي لو أكل أكل بيتي، الأكل البيتي مكون من الجرجير والخس والفجل والبرسيم والعيش والأكل البيتي، تمام؟ ورق الكرنب ومش عارف إيه والأرنبيط والحاجات ديت، لو أكل من الأكل ده أقول لك صحيح اللحم بتاعه هيكون افضل من لحم الارنب السلاله. ليه؟ لان الارنب السلاله متربي على الاكل اللي هو المصطنع، اللي هو داخله في ادويه في العلف وداخله حاجات في العلف.
تمام. يبقى لحم الارنب البلدي كلحم لو اكل اكل بيتي اقول لك فعلا افضل من الارنب السلالي. طب لو اكل من نفس الاكل علف والكلام ده يبقى مش انضف، يبقى هو نفس اللحم ونفس الطعم، هو نفس اللحم ونفس الطعم. كده اختصرنا الفيديو كله في 10 دقايق. الافضل الفرق بين الارنب البلدي والارنب السلاله. الارنب البلدي يا جماعه مناعته عاليه شويه معاك، بس ايه تيجي المناعه جنب الانتاجيه. انت بتعمل مشروع منتج عايز انتاجيه لحم وتحويل، يبقى اللي يهمك الانتاج وليس المناعه. المناعه دي تقدر انت تظبطها بقى بشويه الشغل مع النظافه والادويه والعلف الجاد والكلام ده، هترفع من كفاءة ومناعة الأرنب. يبقى خدت استفدت انك كل حاجة الإنتاجية أهم شيء. يعني كده اشتغلنا على الأرنب السلالة وقلنا الفرق بين الأرنب البلدي والأرنب السلالة شباب، وهل يجوز تلقيح أو تشغيل الأرنب البلدي من السلالة قلنا عليها. طبعا دي كانت حلقة النهاردة، أشكركم لحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد يا جماعة محتاج أي حاجة إحنا تحت أمر الجميع. شكرا.